بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي أبنائي بناتي متسكني ولاية سوسة، باسمي حمدة بن طيب قريرة وباسم أعضاء القائمة البرجيبية اللي رشحها حزبنا الحزب الدستوري الجديد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، أحييكم. والقائمة ذي اختار لها حزبنا شعار القائمة البرجيبية. القائمة البرجيبية حزبنا هو كما تعرفوا حزب وطني حداثي تقدمي يؤمن بتونس ولا لغير تونس. مرجعيتنا هي البرجيبية، إيمانا ببرجيبة الزعيم الفذ رحمه الله اللي راهن على الإنسان التونسي وجعل منه مواطن يكون هو الغاية والوسيلة لكسب التحديات. وكنا مدينون لبرجيبة، برجيبة منقذ البلاد من الاستعمار ومحرر المرأة وباني الدولة العصرية. كم نحن اليوم في حاجة لمثل هذه المرجعيات، خاصة بعد ما آلت إليه الأوضاع في تونس من تنامي التهديدات الإرهابية اللي تكاد أن تأتي على الأخضر واليابس وتنسف بمكاسب الشعب التونسي بكل شرائحه. الإدارة التونسية تتخبط في مشاكل مستعصية بعد أن تم إفراخها من الكفاءات اللي طورتها على امتداد العقود السابقة. الفقر ازداد والبطالة وصلت إلى أرقام قياسية والاقتصاد انهار والدولة فقدت هيبتها وسيطرتها على الأوضاع. لهذا قبلنا التحدي وقررنا دخول هذه الانتخابات المقبلة من أجل محاولة احتلال موقع يخول لنا مواصلة خدمة تونس العزيزة علينا جميعا. وتقديم الإضافة، برنامجنا يتلخص في 3 نقاط. النقطة الأولى التصدي للإرهاب والقضاء عليه وإرجاع الأمن والأمان والطمأنينة في قلوب كل شرائح الشعب التونسي. وقتها نتفرغ للتنمية ونجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، لأن الاستثمارات ما تجيش لتونس في أوضاع فيها الإرهاب وفيها الخوف. النقطة الثانية الحرص على تطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية ودعوة كل فئات الشعب وبالخصوص المرأة والشباب للإقدام على العمل باعتباره قيمة حضارية مقدسة، مع الاستثمار في الذكاء وتأهيل الموارد البشرية وتمكين الكفاءات التونسية خاصة الشباب منها من التحكم في التكنولوجيات الحديثة حتى تتمكن مؤسساتنا من فرض قدرتها على المنافسة والتفوق. ثالثا العمل على تعزيز تماسك المجتمع التونسي وتضامنه وتشريك كل جهات وفئات وأجيال وشرائحه في تنمية الثروة الوطنية وجني ثمارها دون حيف، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والوفاء.